هي هي معاك انت انت اه انت 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 مع من انا باغا ندي ونجيب اليوم في الهضره عافاك لما ما حط اللي في يديك وسمعني مزيان شنو غادي نقول وما تحكمش عليا من اول نظره باغي تعرف الاول شكون انا انا اسيدي مغربيه مسيحيه ما تعجبتي ايه مغربيه مسيحيه آمنت بالمسيح كنت عايشة في وسط عائلة مسلمة ومازال فيها المسلمين حتى لدابا ودي ما كان طلب من الله باش يوريهم الحق ولاني كاينه كاينه حاجه اخرى كتفرح مزيان راه فيهم اللي هو حتى هو ولا مسيحي من بعد ما سمع الانجيل اللي غيرو انا وحده من المسيحيين وكنعرف بلي المسيحيين كاينين في المغرب يا فيه نيت وكاين اللي خرج منه واخا حنا ديما متبوعين على حساب تغيير الدين ولاني الهنا اله زوين احنا المسيحيين المغاربه كنعيشوا عيشه عاديه بحالنا بحال كاع المغاربه كنحبوا المغرب كنحبوا المغرب ونموتوا عليه وموجودين نعاونوا يزيد القدام وقانون البلاد فوق راسنا وكنديروا به كيفاش ما كنتيش كتعرف باللي كاينين المغاربه مسيحيين ايوا كاينين اخويا كاينين وانا وحده منهم شنو قلتي وعلاش واش كاينه شي حاجه خير من الاسلام راني من الاسلام عرفت المسيحيه شوف عافاك شنو تقال على المسيح وانت تفهم كتسولني كيفاش امنت انا بالمسيح راني جايك في الهضره بغيتي تعرف اكثر واخا وبلاتي وبشويه بشويه واخا بلاتي شنو شحال عطاوني ديال الفلوس وسهلوا لي فشي فيزا ولا دبروا لي على شي راجل قاوري خرجني من القهره ولا مرا شهبه لخويا المسيحي تهلا فيه وطلع بها الوريقات لا 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 خويا راك غلط راني كان فهمك حت حتى انا كنت في شي وقت كنفكر هكا قبل ما نعرف المسيح وملي شفت بعينيا كيفاش خوتي المغاربه امنوا حتى هما به طيقت باللي هادشي كله راه ما كاينش راه كل واحد فينا وكيفاش امن بالمسيح فينا اللي لقى اصلا مسيحيين ولا حتى هو مسيحي وكاين اللي سمع لسيدنا المسيح واختار يتبعو وكاين اللي ربي براسو براسو تكلم ليه وراه طريق الحياه كل مغربي مسيحي وعندو قصه كيفاش قبل المسيح راه ما كاين حد اللي حط السيف على رقابينا ولا المسيحيه بززها علينا اشنو قلتي ما تزربش عافاك وتحكم كيف ما قلت ليك راه لا بفلوس ولا بملك ولا بفيزا تغرر بينا ولا فينا اللي عرف مسيحيين ولا قور راه حنا اللي بغينا واختارينا ايه هي ما قلتي عيب ما قلتي عيب راه عندك الحق في هذه من هاللي جينا فيه الدنيا تشارجينا وعمروا لينا الراس وبالكذوب بناو لينا حيط ودرقوا الحق وغرقوا الساس يا ما سمعناهم يقولوا الانجيل محرف وكلامه مغشوش وماشي من عند الرحمن يا ما قالوا لنا عيسى غير نبي واللي يقول عليه سيدي ربي كافر ما عنده ايمان يا ما سمعناهم يقولوا راه الله غفور رحيم ولا اني شديد العقاب ومنه ما عندنا هروب ما فهموناش ولا خلاو اللي يفهم باللي راه بنادم عند الله محبوب وحتى حنا المسيحيين ما سلمناش من الفهم من بعد الايمان ديالنا شحال قالوا لنا ياك ما ياك حليتو يلقوا عينيكم على كنيسه وناقص رهبان بالصح من النهار اللي حلينا في عينينا وفدنينا صوت الاذان الصلايه والوضوء قيامه رمضان العيد الصغير والعيد الكبير هذا ما كان حنا كبرنا وعرفنا نميزو وكاين اللي فهمها من القران وريبنا ذاك الحيط اللي كان والنور شرق في حياتنا في بلاصه الظلام والحق لينا حنا بان وعرفنا سر كان مدفون من هذا زمان باللي المسيح اتصلب على ود الانسان وكيف ما جاء ادم اول بنادم ودار الذنب واتفرق على الرحمن جاء المسيح وصالحنا ورجعنا للامان احنا المسيحيين كاين اللي تعرف فينا في وسط العائلة الكبيرة والصغيرة والصحاب والخلان وبسبب الفكرة المغلوطة على المسيحية يا من مسيحي تكرفص وتهان في وسط حبابه وناسه ولقى المحان وبزاف منهم اللي شافوا فيه بشوفة ناقصة وكاين اللي والدي سخطوا عليه كاع وقاطعوه ومن بعد شافوه غيطير بالفرحة سامحوه ودابا شنو شنو قلتي شنو قلتي من بعد ما كلامي سمعتي بغيتك غير تعرف باللي إحنا كاينين وش بغيتي تعرف علينا اكثر ايوا اسيدي ما عليك غير لينا ديما تحضر نتلاقاو المره الجايه ما تنساش توجد شي براد مشحر